اسمحوا لي انا هخليه لغايه سنه 2000، وبعد كده من سنه 2000 الى الوقت الحالي هيبقى البريزنت، وما بعد هذا مشيئه الرحمن هيبقى الفيوتشر. لما هتكلم على الباست لازم اقول السونار اساسا الناس عرفته ازاي، او الناس اكتشفت انها تشتغل بيه ازاي. اول واحد اكتشف الموضوع سنه 1794 اسمه لازارو، هو تخيل او توقع او اكتشف ان الخفاش لما بيتحرك وبيعمل نافيجيشن بيبقى عن طريق الالترا ساوند. بعد كده سنه 1826 حبوا ان هم يشوفوا السبيد اندر ووتر، فنزلوا التشيرش بين اندر ووتر علشان يشوفوا الوضع، لقوا ان الساوند بيبقى ترانسميتد ثرو ذا ووتر اكتر منه او اسرع منه عن الهواء. جم بعد كده سنه 1880 فيير، ده كان اول واحد ديسكفر ذا بيزو الكتريك فيلد اللي هو بقدر استخدمه في الترانسدوسر بتاع السونار بتاعي. سنه 1919 ابتدت الدنيا تتقدم شويه، وفي اثناء الحرب العالميه الاولى ابتدوا ان هم يشوفوا بالالترا ساوند تو ديتكت السبمارين اند ديتكت ذا ايسبرج اللي هي موجوده، ابتدوا يكتشفوا بيه حاجات في خلال الحرب العالميه الاولى. جينا بقى هنبتدي ندخل في مجال الطب شويه، واحد اسمه كارل سيدور ده اول واحد اشتغل عن الالترا ساوند في البرين، والكلام ده كان سنه 1942. نيجي بعد كده سنه 1948 جورج ده انترنست اول واحد طبيب يشتغل في هذا المجال، وقال ان هو بالالترا ساوند وي كان ديتكت ذا جولستون. بعد كده الزمن اتقدم شويه، ودوغلاس اند جوزيف دول اللي هم اكتشفوا ازاي يستخدموا يبقى في 2G مود يستخدموا في الالترا ساوند. اخر حاجه بالنسبه للحاجات بتاعه الهيستوري، اخر حاجه في سنه 1958 ايان دونالد ده بقى بايونير في الالترا ساوند بتاعه الاوبي جاينا لغايه 1958 لا ذكر للشيست الترا ساوند، لكن هي خطوات اكتشاف الالترا ساوند كانت ضروري عشان بعد كده يدخل في مجال الشيست. بعد كده اللي حصل اول بابليكيشن طلع في الشيست كانت سنه 1976، وكان واحد بيتكلم على الالترا ساوند والراديولوجي في البلورال افيوجن، وكان لجامعه اسيوط والقسم الصدر السبق فان هو نشتغل بالسونار، وكان يا ربنا يرحمه الاستاذ دكتور طارق محفوظ كان اقترح عليا ان احنا نشتغل بالالترا ساوند، احنا ما كانش عندنا خالص، واشرف عليا حضرته والدكتور حماد والدكتور احمد مدحت، وكان بدايه النشر في مصر اول 2 بيبر اتنشروا في مصر كانوا عن طريق الدكتور طارق محفوظ. طيب احنا في هذه الفتره وما قبل ال 2000 وصلنا لايه؟ قبل ما ندخل في مرحله ال 2000 وصلنا لعده حاجات، ان انا اقدر اعرف النورمال لانج ان دي الريب ودي النورمال لانج شكلها كده، وصلنا ان انا اقدر اشوف الافيوجن واحدد البوردر بتاع الدايفرام، وصلت ان انا اقدر اقول ان المينيمال افيوجن كود بي دايجنوز باي ذا الترا ساوند اكتر من الراديولوجي، وصلنا ان احنا نقدر نشوف الادهيجن، وصلنا ان احنا نقدر نشوف الكولابس لانج تحت الافيوجن، وصلنا ان احنا نقدر نقول ان انا ممكن اقول ان في كونسوليديشن ان ذا اندر لانج لانج ولا لا. ايه اللي وصلنا له تاني؟ وصلنا ان احنا نقدر نحدد النيتشر بتاعه الفلويد من السونار، قلنا لو هو فري اوف ايكو بهذه الصوره ده في الغالب ترانسفيرد. طيب لو انا لقيته بهذه الصوره وفي انترنال ايكو ايكوجينيك، قلنا ان ده بيبقى في الغالب هاي بروتين اكسوديت، واحيانا لما بيبقى كله صفحه واحده بهذه الصوره نقدر نحدد هيموراجيك ولا امبايما. وصلنا برضو ان احنا نقدر نحدد بالترانسدوسر الهاي ان انا اقدر اقول ان انا عندي بلورال سيكنينج ولا لا. اكتر من كده وكانت احلى حالات بالنسبه لنا شفناها حاله بالشكل ده تقول ان في ماس على البلورا وكان في مينيمال بلورال فلويد فيه. اكتر من كده احنا وصلنا لايه تاني؟ وصلنا ان احنا في المنطقه اللي ابطت ذا شيست وول اللي لازقه في شيست وول، ما هو بعيد عن الشيست وول ما كناش قبل سنه 2000 نقدر نقول حاجه ابدا. وصلنا ان احنا نقدر نحدد ان ده كونسوليديشن، وان انا بقدر اشوف الايربرن بروجرام جواه اللي هي الخطوط البيضاء ده ايه. وصلنا اخر حاجه نقدر نحددها ان انا اقول لما تبقى هايبو اوكويك وما عنديش البرنكوجرام خالص، وبالمقارنه بالسي تي ان دي ممكن تبقى اندرلاينج ماس. في البريزنت بقى من سنه 2000 فما فوق، هل اسيوط ما كانش ليها برنت تاني او ان هي لها دور في الالترا ساوند؟ لا، احنا تقريبا قسم الشيست كله بيحب السونار ويشتغل فيه، لكن حقيقي اللي حمل الرايه بتاعه السونار واشتغل في جميع المجالات بتاعتها ونقلها من الناشوناليتي الى الانترناشوناليتي الدكتور جمال ربيع.
اشتغل في هذه الفترة في السونار في كل شيء بعد تقدمات كثيرة حصلت في السونار، بل أكتر من كده إن أي ورك شوب بيتعمل في مصر دلوقتي أصبح مرتبط باسم الزميل الفاضل الدكتور جمال ربيع. طيب إيه اللي حصل في البريزنت؟ اتقدم شكل السونار لدرجة إن هو بقى هاند هيلد، ممكن ألاقيه صغنن خالص. بصينا نشوف إحصائية الناس اللي بتستخدم السونار، لقينا كل فروع الميديسن بيستخدموا، بل إن الإنترنت بتوع البطنة بيستخدموا بنسبة 100%. ولهذا تقال إن الـ use of the ultrasonography now considered as a third eye، ده العين الثالثة لينا وإحنا بنشتغل، يبقى هو أصبح مهم جدا لينا. إيه اللي ابتدوا يدرسوه في هذه الفترة؟ ابتدوا يدرسوا اللنج نفسها اللي إحنا كنا نشوفها قبل سنة 2000 وقبل التطور بتاع السونار، كنا نقول إيه لأ دي لنج مش هنقدر نشوف فيها حاجة والإير هيمنعنا من الرؤية. هم ابتدوا يدرسوا الأمور دي، قالوا إن أول لاين أبيض ده بهذه الصورة دي الفلورا، وبعد كده خطوط بنفس البعد من بعضها وموزع ليه دي الإيلاين، ودي ريبريزنت الإيريشن بتاع اللنج. بصوا قالوا ده احنا ممكن نشوف خطوط بيضاء من اللاين اوف ذا فلورا لغايه الاند اوف ذا سكرين، وتبقى في حدود 3 على اللنج لما نشوف، ودي تمثل لي النورمال لنج. طب لو لقيتهم كتير قوي وقريبين من بعض، لا ده في الغالب دي فالمونر قديمه، لقيتهم كتير ومسافات بعيده تزيد عن 7 ملي، قالوا دي ممكن تبقى انترستيشال فالمونر فيبروز. بعد كده قالوا لا احنا كنا ما بنشوفش النيوموثوركس، بالنسبه لنا في فتره ما كنا بندرس أثناء الماجستير قبل سنة 2000 في التسعينات ما كناش بنشوف النيوموثوركس. لا ابتدوا يدرسوا قالوا طب ما نشوف النيوموثوركس، وابتدوا يستخدموا الام مود. لما شافوا قالوا دي النورمال لانج، وده المنظر، ده المنظر بتاع الفلورا، وده المنظر الجرانيولار، ده تي شور ساين، ودي تمثل لي النورمال لانج، وفي البي مود بقدر أشوف السلايدنج. طيب هم شافوا إيه لما درسوا في حالات النيوموثوركس؟ لقوا السلايدنج أبسنت في البي مود، ولما بصوا في الام مود لقوا ان هي في ستراتوس فيف ساين بقت كلها خطوط. طيب هل اكتفوا بكده؟ قالوا لا نبص نشوف، اسفه نبص نشوف لو احنا بصينا في السيتي عند النقطه دي اللي فيها اللنج انفليتد وهنا نيوموثوركس دي اللنج بوينت، لو انا فحصت كويس ووصلت اللنج بوينت هشوف المنظر الجميل ده، الحته دي جرانيولار نورمال والحته دي كلها خطوط جنب بعضها اللي هيستاس فيل ساين عند اللنج بوينت دي، ده دياجنوستيك للنيوموثوركس. هل الدنيا اكتفت عند كده؟ قالوا لا، قالوا ده احنا هندرس الريسبيراتوري فيلير الالترا ساوند بيبان في ايه. ده واحد سنه 2008 عمل البحث ده وابتدى يفحص اللنج في كذا اريا، قسمهم الى 6 اريا وابتدى يشوف، قال لو انا لقيت الاي لاينز دي في كل المناطق فوق وتحت وفوق وتحت، ده في الغالب سي او تي اف ودي او ازمه لان في اريشن كتير جوه اللنج. طيب قال لك طب ما لو لقيتها بي لاين في كله بهذا الوضع، قال لك دي تبقى فالمونري قديمة لانها بتبقى افكت باي لاترال، ما قلتش شايفه الاي لاين لكن شايفه البي لاين. طيب اكتر من كده قال لك ايه؟ قال لك انت بتفحص العيان، بصيت لقيت حته واحده فيها بي لاين والناحيه الثانيه اي لاين عادي جدا نورمال 3، قال لك دي ممكن تبقى نيومونيا. ومن هنا طلع البلو بروتوكول اللي هو بيعتمد على السلايدنج لانج وعلى المانيفستيشن، ان كان عندي اي لاين ولا بي لاين، وبسمها بي بروفايل واي بروفايل عشان يقدر يوصل لدياجنوزز في اللانج ليجنز او ايه السبب بتاع الريسبيراتوري فيلر. بعد كده طلع الموديفايد بلوز بلو بلو البروفايل بلو. طيب جينا بعد كده، هل ليه استخدامات اخرى يا جماعه؟ قلنا اه ده ليه استخدامات مهمه في الاي سي يو، وابتدى يعلى استخدامه في الاي سي يو بنسبه عاليه جدا. قالوا ممكن نعمل اسسمنت اوف ذا دايفرام، واول مره اشتغلت على الدايفرام كانت بحث عملته انا والدكتوره هدى مخلوف، اشتغلنا على الاكسكيشن اوف ذا دايفرام عشان الويننج، وكان فكره الدكتوره هدى. تاني حاجه هيلب ان دايجنوست فالمونري امبوليزم في الاندوتراكيال تيوب بوزيشن والبريدكتنج بوست اكستيوبيشن سترايدر، وهنشوفها بسرعه عشان التايم. ده البوزيشن اللي احنا بنحط فيه البروب عشان نشوف على الرايت وعلى الليفت. طب ايه اللي انا بشوفه؟ برضو دي صورة بي مود بشوف بيها الديافرام، وخلي العين ياخد نفس ويطلعه عشان اشوف الاكسكيشن قد ايه. هنيجي نبص هنا، دي رسمة توضح ان عندي بالبي مود اخلي العين ياخد نفس تمام، واشوف عند الانسبيريشن ايه، واخليه يطلع النفس واشوف عند الانسبيريشن، واقيس المسافة دي عشان اشوف الديافراماتيك اكسكيشن. بالام مود بيوريني الامبليتيود بتاعتي. طيب النورمال ايه في الموفمنت بقى عشان نعرف.
لو انا بتكلم على الكوايت بريسنج الحركه دي الطول ده انا بشوفه من 1.5 ل 2 سم. لو انا باخد ديب انسبيريشن بعمل اسفه بعمل سنيفنج بيبقى من 2.5 ل 3 سم. لو ديب بريسنج ممكن توصل معايا من 6 الى 7 سم. دي الامبليتيود بتاعه الويف في الام مود. طيب بالنسبه للبالموناري امبوليزم وقد اشار اليها الدكتور جمال. الدكتور جمال قلنا ان احنا ممكن نشوف ويدج شيب فلورا بيز ذا هايبوكويك اريا. الفريش انفاركت بتبقى الحته كلها هوموجينس. لو اولد انفاركت ممكن انا اشوف في النص هايبر اكويك ريفلكس ده كورسبوندنج تو ذا برونكيول. والصوره دي توضح لي دي اللي هي الفريش. هنا الحته دي هي اللي تمثل لي الاولد انفاركشن. ولو جينا عملنا بالدوبلر الترا ساوند هنلاقي البلاد فيسل مقطوع قبل المنطقه التريانجولار اللي هي بلورال بيز عشان نعرف انها انفاركشن. الحاجه الثانيه الاندوتراكيال تيوب انتيوبيشن. المفروض ان انا ما اشوفش الاندوتراكيال تيوب فوق السوبرا سيرنال نوتش ابدا. فبيقول لك ممكن لما اجي احطها يبقى في بروكسيمال اندوتراكيال تيوب او انزل ديسال اندوتراكيال تيوب. البروكسيمال اندوتراكيال تيوب المفروض ما اشوفهاش ابدا فوق السيرنال نوتش. الديسال اندوتراكيال تيوب ممكن تدخل في برونكاس فتمنع لي السلايدنج ساين على الناحيه اللي انا زودت وضع الانبوبه بحيث دخلت عملت مثلا رايت ماي رايت من برونكاس انتيوبيشن. خلاص طيب معلش انا يمكن سريعه شويه علشان خاطر التايم. ده لو احنا حطينا البروب ترانسفيرس وهنا لو حطيناه لونجيتودينال هنا بتبان كيرفد هنا بتبان لاين بهذا الشكل. طيب النقطه اللي بعد كده بريدكتنج بوست اكسوشيشن سترايدر. هنا انا اللي بشوف الاير كولمن ويث ديورينج كاف ديفليشن. انا عندي هنا الاير كولمن الحته اللي هي هايبر اكوك وهنا الفوكال كورد. الرسمه دي مرسومه عشان تعبر عن الرسمه دي. انا لما بعمل ديفليشن بشوف الحته دي بتوسع ولا لا. لو حصل انها وسعت يبقى نو بوست انتيوبيشن سترايدر. لو حصل انها ضاقت اتوقع ان هيحصل بوست اكستيوبيشن سترايدر. طيب احنا كده ده تقريبا الشغل اللي بنشتغله لغايه دلوقتي. الفيوتشر احنا متوقعين ايه؟ في حاجات ابتدوا يشتغلوا فيها وفي حاجات لسه. احنا بنامل مع الامبروفمنت بتاع التكنولوجي مع ان الالترا ساوند ماشين نفسها تتحسن وتبقى فاستر ويبقى عندها ميموري كافيه تعمل ستورج اوف ذا داتا ان انا يبقى البروب بتاعي اصغر من كده واقدر احطه بقوه اكبر ان انا اقدر استفيد من 3 دي وال 4 دي في كل المجالات ان انا ممكن اخلي الالترا ساوند ماشين سمولر كمان عشان اقدر اتنقل بيها في كل حته واقدر استفيد بالكالر بيكتشرز. طب هل في حاجات فادتنا او ابتدوا فيها؟ هم ابتدوا فيها بس مش في المجال عندنا اللي هو المولوكيولار التراسونوجرافي. ده عباره عن ان انا بحقن مايكرو بابلز. المايكرو بابلز دي بتبقى ادهير لريسبتور موجوده على البلاد فيسل. وبالتالي لو انا عندي كانسر وعندي نيو فاسكولاريزيشن ان انا ممكن عن طريق الالترا ساوند اشوفها. والمنظر في رسمه كده توضح الشكل ده وفي صوره السونار نفسها. هنا بيقول لك على المناطق بتاعه الفيسلز في عندي ريسبتورز المايكرو بابلز اللي بحقنها بتمسك فيها وانا ببقى ديتكت المايكرو بابل دي. الصوره بتاعه السونار بتقول لك بهذه الصوره ده تيومر وفيها نيو فاسكولاريزيشن. والنقط دي بتقول لي ان هي الحتت اللي مسك فيها المايكرو بابلز اند كان بي ديتكتد باي سونوجرافي. ونامل ان شاء الله ان احنا ممكن نستخدمها وتبقى حاجه حديثه عندنا. اخر حاجه الالاستوجرافي. بس الالاستوجرافي هو اخر حاجه وهقول نقطه كويسه فيه. الالاستوجرافي ده بيدرس الالاستيك بروبرتيز اوف ذا لانج. يقول لك الحته دي ستيف ولا الحته دي مش ستيف. كويس بستخدم فيه حاجتين يا اما كلر سكيل او نيوميريكال سكيل. اللي هو ابتدى يبقى عندي في اسيوط كان موجود في التروبيكال وحاليا موجود في الاشعه بس بيستخدموا نيوميريكال سكيل. الكلر سكيل اسهل. هوريكم الصوره وارجع لدي تاني. في الصوره دي بيقول لك في الكلر سكيل الريد هو الحته السوفت وانت طالع لفوق البيربل دي الحته اللي هي الستيف. وبالتالي ان انا لما اعمل الترا ساوند الاستوجرافي اقدر احدد انهي حته اللي هي ستيف من انهي حته اللي هي الاسيستي فيها كويسه فاقدر احدد الديجري بتاعه الانفولمنت اوف ذا لانج باي فايبروزز. طيب هل الناس ما اشتغلتش في الحاجات دي؟ لا. هو في ناس ابتدت تقول انه ممكن نجربه في الانفيزيما والفايبروتيك لانج. وانا هنا هقول ان احنا عندنا برضه في قسم اسيوط ان شاء الله يبقى ليه البصمه الجديده في الفيوتشر. اصبح عندنا ناس بتشتغل بالمساهمه مع قسم الراديولوجي الاستوجرافي في شغل على الانفيزيما في شغل على الفايبروزز في شغل على البلورال فيوجن في شغل على الماس في شغل على الليمف نود. الكلام ده كله ان شاء الله
ان شاء الله في الفيوتشر يخلصوا الشغل بتاعهم وتطلع البيبر ويبقى ليها امباكت كويس على اليوز اوف ذا الترا ساوند. وبالتالي فاحنا بنقول ان الالترا ساوند ده من زمان، يعني مش من زمان قوي، من حاجه و70 على ما ظهرت البيبرز بتاعته ابتدى يحصل. ما كناش بنبص على اللنج نفسها ابدا قبل سنه 2000. بعد 2000 بقى الاستدي بتاع اللنج هو المهم وهو اللي بنشتغل عليه، وقدام ان شاء الله البروبرتيز اوف ذا لنج نفسها بالذات عن طريق السونوجرافي كود بي هيلفول. في الاخر احب اقول ان الترا ساوند از ا يوزفل نون انفيزيف تكنيك ماست بي يوز ان ذا اي سي يو، لكن ناخد بالنا من الاوفر ريدنج عشان اللي بيقرا لازم يبقى بيقرا كويس. اخر حاجه مع نيو تكنولوجي ومور اند مور ابلكيشن ممكن يؤد سام يوزز ان ذا ميديكال فيلد. اند ثانك يو.